بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إذن درسنا اليوم سوف يتعلق بكيفية استعمال السبورة التفاعلية الطبية. إذن من أول ما نفتح علبة تعليب السبورة التفاعلية سنجد السبورة التفاعلية مصطحبة بقلم ثم رقاقة USB سوداء. هذه الرقاقة تتضمن برنامج تثبيت ليبيم. من غير هذا البرنامج سوف لن يمكنك استعمال السوق الملتيميديا المرفق. إذن أول شيء ندخل USB الرقاقة ثم نقوم بتحميل البرنامج. يعطيك خيار ماك والويندوز. نحن غالبا نستخدم الويندوز كسيستم ديكسبلوطاسيون. نختار الويندوز ثم نرقق نثبت البرنامج. ثم بعد ذلك يمكن اختيار زر الكاليبراج الموجود على السوكل، وهو عبارة عن دائرة وسطها علامة زائد. أنا ذاك سيظهر لك 9 نقاط تتبعها بالقلم نقطة 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 بالترتيب حتى يعني تقوم بمسح السبورة التي ستكون عبارة عن مساحة العمل. إذا كنت تريد تسجيل المحاضرة أو الدرس يمكنك تسجيلها بواسطة زر التسجيل الموجود داخل السوق الملتيميديا. إذا لم تكن تريد ذلك فلا عليك. أول شيء عندما نختار الباليت دوتيل دانوتاسيون، إذن هذا الباليت دوتيل دانوتاسيون هو أوتيل في العجلة الأولى، يعني هذه العجلة السابقة، هذه العجلة التي تظهر أولا. نختار هذا الأوتيل وهو الذي يمكننا من كتابة الدرس ومن استعمال القلم. في الوسط يظهر هنا تظهر سوري والقلم، يعني أن قلمك يمكن تستعمله كسوري، وهو الاختيار أحد الأوتيلات التالية. يمكن استعمالك كقلم ولكن غالبا كقلم غير صالح. نختار غالبا إما السكراب بوكس تحت السفلى، أو نختار القلم الأعلى. لما نختار القلم الأعلى يعطينا عجلة تضم خيارات أخرى. سوف نتطرق لكل خيار على حدة. الخيار المختار الحالي الخيار المختار الحالي هو هذا، يعطينا هذه العجلة، وهو لتخاصر. لتخاصر لما نختاره يعني كتلاحظوا هذا الترابيز كيولي لونه أخضر، ويعطينا الخيارات الممكنة. الخيار الأول وهو سمك الخط يمكن تغييره. لما نضغط هنا على السمك يعطينا خيارات أخرى، أرق أو أغلب أو أسمك الخيار الثاني وهو اللون. اللون هنا أحمر، ولكن يمكن اختيار عدة ألوان. لما نقوم بالضغط على هذه المنطقة الحمراء يعطيني خيارات أخرى، وهي عبارة عن سبيكت طيب ألوان. يمكن اختيار اللون الذي يناسبني. الخيار الثاني وهو لوبجي. إذن لما نبغيو نستعملوا واحد لوبجي في ذاك العمل ديالنا، بحال إطار، بحال إطار إما فارغ إما مملوء، كذلك دائرة مملوءة أو فارغة أو إلى غير ذلك. إذن كيعطيني خيارات نتاع دي زوبجي تماما بحال في فوتوشوب، أو بحال تماما بحال بنت براش. إذن هذه الخيارات لما نضغط على هذا الزر يعطيني خيارات عدة لدي زوبجي التي يمكن استعين بها لتأطير أو لتزيين أو إلى غير ذلك. هذا الخيار هو كيعطيني يعني لو سيربيون اللي غادي يمكن واحد العنوان نلون به الصفر. كذلك لما كنضغط عليه كيعطيني سمك السمك ويعطيني اللون. يمكن نغيرو السمك، يمكن نغيرو اللون. إذن هذا لما نمر إلى الأمام، وهذا إسكيب بحال إسكيب نرجع إلى الوراء. إذن هذه القومة نمسح ذاك الشيء المكتوب، ما كنمسحوش لي زوبجي، كنمسحو اللي كتبناه بالتراسور فقط.
هنا لما نبغي نستعمل البوينتور ديالي، نبغي نستعمل داك الستيلو، نستعمل كسوري يعني كفأرة، وهنا لما نسجل داك العمل ديالي. إذا نفوتو السكراب بوك، وهو مهم جدا، وهو عبارة عن سبورة كيعطيني الشريحة الأولى، يمكن لي نكتب فيها، يمكن لي نرسم فيها، يمكن لي نستعملها. نفوت نضيف الشريحة الثانية، نضيف الشريحة الثالثة، نضيف الشريحة الرابعة إلى غير ذلك. وغالبا ما غير الشريحة الأولى نقدر نردها شريحة ثانية ونزيد عليها ولا ننقص منها. إذن عندي خيارات عدة عدة عدة. إذن حتى هو عنده دي زوتي الفوق كما كتشوفوهم. أول العرض، أوتي العرض واش يعرض لك هكا بحال عندنا الآن، أو لا يعطيك عدة شرائح أو بلان إيكرون بحال هكا. لما نضيفوا واحد الشريحة هنا، لما نحذفوا شريحة من هنا، بالنسبة لهادو، بالنسبة إلا كنت باغي ندخل لواحد الصال دو الشط وندخل المحاضرة ديالي وندير درس عن بعد، لو غالغي هنا لما نبغي نستعمل بصور ولا اللي ديجا عندي في لو غالغي ديالي ديماج ديزيماج نستعمل بهم في الدروس. لوتي الاخر الموالي وهو هذا، لما نبغي نستعمل واحد الحجاب اما افقي اما عمودي باش يمكن نستر شي حاجه ونخلي شي حاجه للدار. هنا لو سبوت، لما نستعمل هذا السبوت كتعطيني واحد القرص عند الاناره باش نركز على واحد المعلومه معينه. وهنا لما كنسحب معايا في البروجي ديالي واحد الكاميرا بيداغوجيه اللي تبقى نصور منها مباشره وندخل ديك الصور معايا في الدرس ديالي. اذن عموما هذا السكراب بوك هو المهم جدا جدا. هنا كندير الدرس ديالي، اذن هنا محل العمل ديالي كما قلت. اعيد، كنبدا بالشريحه الاولى كنكتب فيها مجموعه الدرس، الا بغيت نبدا من جديد نبدا بشريحه فارغه، الا كانت ندوز للثانيه، ولكن هذه الاولى كتبقى منحفظه هنا كوم ديابوزيتيف بحال تماما عندنا في الباور بوينت، كتبقى منحفظه. الشريحه الثانيه يمكن لي غير الشريحه الاولى نمسح منها ولا نزيد فيها ولا باش نبني درس ديالي متسلسل، وفوقاش ما احتاجيت شي شريحه نقدر نرجع لها الى غير ذلك. هذا هو الاهميه نتاع هاد التبي. اذا نفوتوا هنا لهاد الانتقاء او لي زوبجي كما قلنا سابقا. هاد لي زوبجي كاين هاد عفوا هاد العنصر يمكننا من تحديد سيليكسيون واحد لوبجي نصغر نكبر باش ننقلو باش نقلبو الى غير ذلك. اذن هذا كيمكنني واحد لوبجي عندي في داك الترافاي ديالي، اين فوا كنختار هذا كنحددو وكيمكن لي نلعب عليه، اما نكبرو نعطيه مساحه كبيره، اما نصغرو، اما نقلبو، اما نديرو نقلبو زاويه كامله او زاويه 180. اذن يمكن له يرد لي داك العنصر عباره عن ايقونه. إذن كما قلت لكم سابقا، هذه هي الايقونه نتاع تحديد نتاع لي زوبجي. لما كنختارها كيعطيني اول نوعيه لوبجي، الخط ديال لوبجي واللون ديال لوبجي. يمكن لي نختار هنا خيارات اخرى لما نبغي نغير مثلا شكل لوبجي، نضغط هنا ويعطيني نختار من الخيارات ديالي. لما نبغي نغير اللون كذلك، او لما نبغي نغير الخط. إذن هنا كنسجلو العمل ديالي بعد ما نساليوه باش ما نحفظوه، وكنكونو فرغنا من الكلام ديالنا. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.